السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنشرح الدروس 48-50، الأشكال ثلاثية الأبعاد للصف الثاني الابتدائي ترم أول من كتاب سلاح التلميذ. دي الأشكال ثلاثية الأبعاد. اتكلمنا عن الأشكال ثنائية الأبعاد، ده مكعب متوازي مستطيلات، هرم ذو قاعدة مربعة، كرة، أسطوانة، مخروط. لازم نحفظ شكل كل واحدة واسمها. طبعا ده مكعب متوازي مستطيلات، هرم ذو قاعدة مربعة، كرة، اسطوانة، مخروط. جايب لي تمارين في الكتاب الأول على الشكل، بس ان انا اعرف الشكل. اول واحدة محلولة وحللها لي، بيخيرني بين ثلاث اسماء، فانا خلاص عرفتهم او عرفت اشكالهم. ده هرم ذو قاعدة مربعة فبنعمل عليها دايرة، ده مخروط، ده متوازي مستطيلات، دي كرة، ودي اسطوانة. كده الشكل سهل ان انا اعرفه مع ان اسمائهم يعني تقيلة شوية على سنة تانية. المكعب هو بيقول المكعبات في حياتنا ممكن نشوفها في اللعبة اللي كنا بنلعبها زمان دي، في زهرة النرد، في مكعب تلج. متوازي المستطيلات ممكن نشوف الأشكال دي كتاب أو هدية أو اللي هي علبة مناديل. الأسطوانة ممكن نشوفها في جذع شجرة، ممكن نشوفها في اللي هي الملاحة، ممكن أشوفها في مش عارفة ده جردل ولا زي برميل بوهية. الكرة ممكن أشوفها في الكرة الأرضية، ممكن أشوفها في بكرة خيط، ممكن أشوفها في كرة باسكت بول. هرم ذو قاعدة مربعة دي الأهرام، دي برضو الأشكال اللي هي شبه الهرم. المخروط ممكن أشوفه في الأشكال دي برضو، فلازم برضو يعرف ممكن أشوفه في أشكال إيه. ممكن ألاقي لعب في لعبه، زي ما أنا هوريكم كده، لقيت في لعب ولاد إخوتي شوية حاجات كده هنشرح عليها، بس خسارة ما لقيتش الهرم وما لقيتش شكل المخروط، يعني جبت بقية الحاجات التانية. فممكن من اللعب بتاعته نطلع له الأشكال ونقعد بقى نشرح عليها الحاجات اللي هي هتبقى صعبة عليه. يعني حد كده يعني ممكن يحفظ شكل كل حاجة باسمها، لكن الصعب اللي جاي بقى، الصعب اللي جاي. الأول بس نكمل الحاجات السهلة. عندي هنا المخروط، فبنوصل، بيبدأ يوصل المخروط اهو، الشكل التاني المخروط الناحية التانية اهو. برضو عندي هرم، الهرم هنا الشكل ده والشكل ده. عندي المكعب متوصل، الاسطوانة اهي اسطوانة، وممكن بكرة المناديل دي. عندي الكرة اهي، ادي كرة ودي كرة الارضية. متوازي المستطيلات عندي زي الكتاب مثلا، او متوازي المستطيلات ده، فهنا بيوصل عادي. هنا عايزني اكتب الشكل، يعني عايزه يتقل بس على النقط ويكتبها تاني. طبعا لازم هيعرف يحفظ يكتب كمان الكلمات، عشان لو جات له اكمل او جات له ايه الشكل ده زي كده، فلازم هيكتبه لوحده، فلازم يعرف يكتبها لوحده. انا عندي كرة هنا، ودي اسطوانة، متوازي مستطيلات، مكعب، مخروط. طبعا انا كتبتهم عشان الوقت، عشان اللي جاي اهم. هنا برضو جايب له اشكال ثلاثة شبه بعض واحد مختلف، فبيقول له عايز يشطب على المختلف ويكتب اسم الشكل التاني. دي انا عملتها برضو اهي. نيجي بقى للصفحة المهمة اللي هي خواص الاشكال ثلاثية الابعاد. خواص الاشكال ثلاثية الابعاد، انا جبت مكعبات وحاجات كده من لعب ولاد خواتي. عندي مربع اهو، بيقول لي هنا عدد الرؤوس 8. الرأس بتاعه اللي هو في الجنب ده كده ايه الرأس بتاعه، بيقول لي هما 8، 1 2 3 4 5 6 7 8، دي كده 8. عدد الأحرف، الحرف اللي هو هنا ده، الحرف اللي هو هنا ده كده، بيقول لي عدد الأحرف بتاعته بتساوي 12. يبقى عدد الحروف دي كده اهي بتساوي كام؟ بتساوي 12، عدد الحرف ده. طيب عدد الأوجه، الوجه اللي هو زي ده كده، ده كده وجه. عدد الأوجه 6 أوجه، وكل وجه على شكل مربع. عدد الأوجه 6 وبتكون على شكل ايه؟ على شكل مربع. طيب متوازي المستطيلات،
متوازي المستطيلات. انا جبت برضو علبة علاج كده، بيقول لي متوازي المستطيلات ده عدد الرؤوس بتاعته 8. الرأس اللي بيبقى هنا 1، اهي 2 3 4، ومن تحت نفس الحكاية 5 6 7 8. فعدد الرأس اللي هو هنا الحرف ده كده الرأس بتاعه دول 8، ده عدد الرؤوس. عدد الأحرف الحرف بتاعه بقى اللي هو هنا كده، الحرف اللي هو هنا كده بيقول لي عددهم 12 حرف. عدد الأحرف 12، ايه 12 حرف، اهي عدد الحروف دي اللي هي كده 12 حرف. طيب عنده كم وجه؟ الأوجه اللي هي هنا كده، ده كده الوجه، بيقول لي 6 أوجه، وكل وجه منهم على شكل ايه؟ على شكل مستطيل. كل وجه منهم على شكل مستطيل. طيب عندي الأسطوانة، اهي برضو جبتها بكرة مناديل. الأسطوانة بتاعتي ولا لها أحرف ولا لها رؤوس، هي لها وجهين، وجه هنا ووجه هنا على شكل دائرة، لها وجهين على شكل ايه؟ على شكل دائرة. طيب الكرة بقى، الكرة ملهاش أي أوجه ولا أحرف ولا رؤوس ولا ليها أي حاجة، فهي صراحة حبيبتنا الكرة دي، يعني ما فيهاش حفظ خالص، كله صفار عندها، ولا عندها عدد رؤوس ولا عدد أحرف ولا عدد أوجه ولا أي حاجة. الهرم بقى ده ما لقيت لهوش حاجة بصراحة، بس هو عدد الرؤوس بتاعته 5. فين الرؤوس بتاعته؟ تعالوا نعدها كده. أول حاجة 1 فوق أهو، 2 3 4، وفي 1 جوه أهو، 5 رؤوس. طيب عدد الأحرف بتاعته، الحروف اللي هي احنا كنا مسمينها أضلع في الشكل التاني، اهي 1 2 3، 1 جوه أهو 4 5 6 7، 1 كمان أهو 8. طيب بيقول لي هو ليه 5 أوجه، 4 على شكل مثلثات، 4 هم على شكل مثلثات، والقاعدة بتاعته على شكل مربع. يبقى له 5 أوجه، 4 على شكل مثلث وقاعدة وواحدة بس على شكل مربع. طيب اللي هو الشكل المخروط، المخروط لرأس واحدة بس، اهي لرأس واحدة بس، ملهوش أحرف ملهوش حروف، والقاعدة بتاعته أو الوجه بتاعه هي وجه واحد بس على شكل دايرة، اللي هي من تحت دي، وجه واحد على شكل ايه؟ على شكل دائرة. فطبعا دي بصراحة صعبة على سنة تانية خالص ان هم يحفظوها، بس لازم ايه نفهمها لهم كده على اشكال عندنا في البيت، ندور على اي اشكال ونوريهم يعني ايه وجه ويعني ايه رأس ويعني ايه احرف في الاشكال ثلاثية الابعاد، لازم يعرفوا العدد كويس. طيب هنا دي عادي، بيقول لي وصل كل شكل بالشكل اللي بعده. هنا بقى بيسألني، جايب لي صورة المربع وبيقول لي عدد الرؤوس، فلازم بقى يعرفه 8، عدد الأوجه 6، عدد الأحرف 12، واسمه كمان مكعب. الهرم ده عدد رؤوسه 5، عدد الأوجه 5، عدد الأحرف 8، اسم الشكل هرم ذو قاعدة مربعة. ده عدد رؤوسه 1، ده عدد الأوجه 1، عدد الأحرف 0، ده اسم الشكل مخروط. هنا عدد الرؤوس 8، عدد الأوجه 6، عدد الأحرف 12، اسم الشكل متوازي مستطيلات. طيب هنا الكرة دي عدد رؤوس 0، الأوجه 0، الأحرف 0، اسم الشكل كرة. هنا عدد رؤوس 0، عدد الأوجه 2، عدد الأحرف 0، اسم الشكل أسطوانة. بيجي لي كمان في شكل زي فزورة كده، بيقول لي هو مجسم جميع أوجهه مربعة، مربعة الشكل، وله 8 رؤوس، 8 رؤوس طبعا وكلهم مربعين، ده المكعب. مجسم له رأس واحدة ووجه على شكل دائرة، ده المخروط. مجسم له 5 رؤوس وأحد أوجهتي مربعة، ده هرم ذو قاعدة مربعة. مجسم ليس له أوجه أو رؤوس أو أحرف، دي الكرة. مجسم ليس له رؤوس وأحد أوجهته دائرة، الأسطوانة. مجسم له أكثر من 9 أحرف وكل وجه من أوجهته على شكل مستطيل، ده متوازي المستطيلات. وكده خلص الدرس، وبس بيعتمد بس على حفظ الشكل واسمه، بيعتمد على أن أنا أعرف بقى عدد الرؤوس وعدد الأوجه وعدد الأحرف، وإيه الأشكال اللي ممكن أقول دي شكل شبه الهرم، دي شبه المستطيل، دي مخروط الشكل، لازم يعرف كل الحاجات دي. والحمد لله ان مفيش امتحانات لسنة تانية، بصراحة صعب جدا، ولسه درسين كبار كمان جامدين شوية،
وربنا يكون في عونهم. أشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.